النجاح، شريك النجاح مع محمد الإبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا في يوم جديد ونجاح جديد بإذن الله نسعى له كلنا في هذا اليوم. من موضوعنا اللي إن شاء الله أنكم تشاركونا النجاح أو إحنا نشارككم النجاح من خلال المعلومات اللي راح نعطيها لكم فيما يخص الموضوع. كثير من الشباب والشابات يطمحون أنهم يأسسون مشروعهم الإلكتروني، لكن تجيهم الحيرة في اختيار الفكرة المناسبة، والفكرة لها دور كبير طبعا في نجاح أي مشروع، وبعد كذا تجي بقية خطوات تأسيس المشروع الإلكتروني. اليوم بإذن الله تعالى في برنامج شريك النجاح راح نحاول أن نعطي فكرة كافية عن كيفية أنك تأسس مشروعك الإلكتروني، وما نستغني أكيد عن تجاربكم ونصائحكم لأي شاب وشابة حابين يبدون أعمالهم الإلكترونية. ودائما أقول في شريك النجاح مستمعينهم أيضا شركاء للنجاح من خلال تجاربهم، من خلال آرائهم اللي يزودوننا فيها. سؤالي لكل من يسمعنا من خلال أثير MBC FM، إيش اللي يمنعك من بداية مشروعك الإلكتروني؟ هل رأس المال هو العائق أو عدم وجود فكرة أو تخاف من الفشل؟ والأهم أن المعلومات اللي أنت تعرفها عن هذا المشروع أو المشروع الإلكتروني. أنتظر المشاركة على 0112-268-4488، سواء للأشخاص اللي يسمعوننا الحين وعنده تجربة في المشاريع الإلكترونية، أو الأشخاص اللي عندهم رغبة أنهم يبدؤون ويأسسون هذا المشروع الإلكتروني. وإذا احنا نتكلم عن الإلكترونيات ونتكلم عن المواقع الإلكترونية والمشاريع الإلكترونية، نذكر في مواقعنا على التواصل الاجتماعي، حساب MBC FM على تويتر، حسابي الخاص محمد الإبراهيم. واليوم وإحنا في عصر التكنولوجيا، في عصر الإلكترونيات، تكثر مثل هذه المشاريع. الواحد فعلا تجي رغبة أنه يفتح هذا المشروع، لكن مرات تنقص الخبرة، تنقص الفكرة. نقول مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله، تعرفنا باسمك؟ اسمي محمد. يا هلا فيك يا محمد. محمد، تكلمنا عن المشاريع الإلكترونية. والله لسه، بس إن شاء الله بقول بجرب. بتجرب، إذا بتجرب خلك معنا، إحنا راح يكون معنا إن شاء الله متخصص في التقنية، راح تستفيد إن شاء الله منا الكثير. طيب، هل عندك فكرة معينة؟ والله عندي فكرة معينة. طيب، ممكن تطرح الفكرة ولا تخاف أحد يسرقها ولا وش الوضع؟ لا لا، أخاف أحد يسرقها، بس إن شاء الله بأستمع للذين وبعدين نشوف إن شاء الله. أنت ينقصك تحس رأس مال ولا فكرة، ولا أنت تبي تعرف الطريقة من الأساس؟ والله أبغى أعرف من الطريقة وفي رأس مال ما وافي. طيب إن شاء الله، نتمنى لك التوفيق يا رب. وإذا كانوا في مستمعين يسمعوننا الحين وعندهم تجارب، ياريت أنهم بعد ممكن يفيدون فيها المستمعين الثانيين بأفكارهم، تجاربهم، بدايتهم، كيف جتهم الفكرة، كيف أسسوا المشروع، وكيف يعني نجحوا فيه. نكمل مشوار شريك النجاح، لكن بعد ما نطلع فاصل إعلاني أول وإن شاء الله مواصلين. وذكر 0112-268-4488، نتكلم اليوم عن المشروع الإلكتروني. حياكم الله من جديد في شريك النجاح، نتكلم اليوم عن كيف تبدأ وتأسس مشروعك الإلكتروني. نأخذ اتصال مع مازن. يا هلا وسهلا. يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا الله يحييك، كيف حالك؟ الحمد لله. مازن، عندك تجربة أكيد في موضوع تأسيس مشروع إلكتروني. طبعا أنا شغال في الآي تي، فأغلب شغلي الحين في هذا الموضوع. فأهم شيء هو الفكرة، زي ما حضرتك تشرفت وقلت الفكرة. نعم. هي أهم شيء. غير كذا بعد الفكرة كيفية تطبيق الفكرة. يعني الحين أغلب المشاهير أو أغلب الأغنياء اللي حوالين العالم كلهم بدأوا من تطبيقات صغيرة، يعني خلتهم
في غنى أغنياء، صحيح أغنياء جدا. فهي الفكرة وهي الإرادة قبل الفكرة، طبعا لازم يكون في إرادة قبل الفكرة. يعني واحد من الشباب يقول إيه أنا عندي فكرة بس ما أدري كيف أبدأ، هي أهم شيء مبدأ كيف أبدأ، الإرادة. إذا في إرادة الفكرة موجودة وإرادة موجودة راح تستمر معك. يعني أغلب التطبيقات اللي موجودة الحين كلها فكرة، صحيح، ولكن فكرة اشتغل عليها. يعني أنت تشوف من رأيك يا مازن من خلال تجربتك أن الأهم يكون عندك إرادة، والرقم اثنين تكون عندك فكرة. الفكرة ممكن أنت تشوف احتياجات في بعضهم، أفكارهم تكون زي ما تقول، ما أبغى أقول لك أنه يقلد أفكار الباقيين، لكن ممكن أنه يطور فيها. بالضبط. يعني أنا عندنا في البنك جونا شباب سعوديين كانوا السباقين في أنهم يعملوا أبليكيشن كيفية أنه البنك عن طريق الأونلاين، تطبيقات جديدة، تطبيقات موجودة في أمريكا وفي لندن لسه ما هي موجودة في السعودية. وأغلب الشركات الحين اللي شغالين على هذه التطبيقات هم شباب سعوديين يعني، وبالعكس يعني أفضل من أي راتب وأفضل من أي وظيفة. طيب خلنا، في أخطاء شائعة ممكن يقع فيها أصحاب المشاريع الإلكترونية؟ الأخطاء الشائعة هي أول شيء ما يكون عنده شركة. يعني أغلب الشباب يجي بفكرته يتقدم فيها الحال وما يكون عنده مثلا مجموعة من الشباب يساعدوه، ما عنده فريق للصيانة في حالة الأعطال، يكون وحيد. لكن اللي يبدأ لازم يبدأ يعني مع شركة أو مع مساعد. بالضبط بالضبط. أما لحاله عادة ما تكون صعبة لأنه يحتاج مساعد في المشروع ويحتاج خبرة اللي حوله. بالضبط بالضبط. طيب يعطيك العافية مازن، أنت عندك تجربة في تأسيس مشروع إلكتروني خاص فيك ولا أنت من الشركات إن اللي إن شاء الله إن شاء الله على وشك، بس على قولك لا حد يسرق الفكرة. أي هذه مهمة الأفكار. يعني الحين تقدم عندنا واحد من الشباب تطبيق دكتور أبليكيشن مثلا، موجودة في أماكن كثيرة في العالم. إنه تكتب له الأعراض اللي عندك مثلا ويحدد لك طبيعة مرضك. أي فكرة قد تشوف إنها هي هذا يعني شوي راح يغني الناس عن جوجل، لأن الحين صار أي أحد يجي شيء على طول كتبه في جوجل. مضبوط. بس جوجل برضو بتعطيك معلومات متنوعة وأنت ما تدري، تضيع فيها وما تدري عن صحتها. بالضبط. لكن هذا بيعطيك هذا المرض وهذا دواء وهذا تشخيصه بشكل محدد. بس أي فكرة تكون زي ما قلت لك في إرادة وفي فكرة وفي مجموعة من الشباب وفي شركة تقدر إنك تساعد فيها، صدقني هو أسرع طريق إنه الواحد يقدر إيش يعني يحصل على عائد مادي ممتاز، مش جيد بس أكثر من ممتاز. صحيح، هو المستقبل في التجارة الإلكترونية، في المشاريع الإلكترونية. يعطيك العافية مازن، أنا والله سعيد بمداخلتك. تفضل، حاب تضيف شيء؟ أنا سعد طويل. بالضبط. حتى الآن الحروب القادمة كلها راح تكون حروب إلكترونية، ما راح يكون في حروب أسلحة أو صواريخ. كل الحروب القادمة عن طريق الآي تي وعن طريق عن طريق الثقافة الإلكترونية. صحيح، الله يكفينا شرها. يعطيك العافية، شكرا لك يا مازن. اتصال جديد، مساء الخير. ألو. يا هلا ومرحبا، حياك الله. مساء الخير، كيف الحال أخ؟ طيب إن شاء الله. الحمد لله بخير. والله ودنا نشارك بالنسبة لموضوع المشاريع الإلكترونية. عندك مشروع إلكتروني أو خط تجربة في هذا الموضوع؟ والله خط تجربة بس ما عندي الخبرة الكافية. نعم. ودنا يعني نسمع من الأخوان كذا. إن شاء الله راح يكون عندنا مهندس مختص في التقنية. خلك متابع. في عندك سؤال معين عشان أطرحه عليه؟ ولا أنت حاب تستفيد؟ طبعا السؤال كيف أدخل بالنسبة للتجارة الإلكترونية طريقة سليمة؟ نعم، واضح سؤالك. الله يعطيك العافية، شكرا لك. أذكر اللي حاب يطرح أي سؤال فيما يخص هذا الموضوع، موضوع تأسيس مشروعك الإلكتروني، حاب تستفيد من تجربة الضيف، هو مختص في التقنية وراح يفيدنا كثير، على 011-268-4488. يا هلا ومرحبا من جديد. شريك النجاح اليوم المشاريع الإلكترونية، كيف أبدأ في تأسيسها، كيف ممكن أني أطورها، كيف ممكن أستفيد منها أقصى استفادة. نقول مساء الخير. السلام عليكم. يا هلا ومرحبا، حياك الله.
الحمد لله بخير. تعرفني باسمك؟ يا طويري معك ناصر القحطاني. يا هلا ومرحبا فيك أخوي ناصر. بالنسبة للمشاريع الإلكترونية دي طويلة عمر، أنا أتوقع أنها لازم تكون لها تنفيذها يكون سهل وتكون في متناول الجمهور، ويكون التطبيق يعني تصميمه جيد. هذه ترى من أبرز النجاح. نعم يعني أنت تشوف البساطة في التطبيق نفسه هي الأساس. إيه لازم. وثانيا لازم تسوي استفتاء، هل الناس تحتاج التطبيق هذا أو لا، دراسة جدوى أو دراسة قبل ما تبدأ في المشروع. دراسة جدوى. وثانيا لازم يكون عندك خبرة. الشركة المنفذة ترى لها دور كبير، اللي بتكون دعمها لك في الدعم الفني، لأن التطبيقات معظمها يصير فيها مشاكل تقنية، لازم يكون عندك خبراء. يعني ما انت مع ناصر، انت مع ان لا تسوي كل شيء بنفسك، استعين بالخبراء، استعين في الشركات المختصة عشان ممكن انها تفيدك. جميلة طويل العمر. في مقولة يقول لم تستطع ان تدير فاشتر عقود. يعني ما هو معقول انك انت تكون انك ملم بجميع التطبيق وش بيصير فيه، وانك تقني وانك مسوق، لان التطبيق هذا في مجال التسويق، في مجال التقنية، في مجال الاعلاني كيف تكون مصور للمنتج. صح. اذا كان عندك منتجات هي من جميع النواحي. ممكن أنت تكون ناجح في التسويق وفي الفكرة لكن ما أنت ناجح في الإدارة أو إدارة الموقع نفسه. جميل جدا. ممكن البرنامج هذا يصير فيه خلل مدة يومين ثلاثة، الناس ما عاد تجيك مرة ثانية، خلاص هذا البرنامج فيه مشكلة تقنية، ليش أرجعني؟ صح. لازم يكون عندك فريق عمل جيد. يعطيك العافية. شكرا لك ناصر، شكرا على المعلومات اللي أعطيتنا إياها والخبرات. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا ومرحبا، حياك الله. مساك الله بالخير يا غالي، كيف مساك حالك؟ الله بالنور والسرور. من معي؟ معك اخوك احمد الحريري من جدة. والنعم فيك اخوي احمد. والنعم فيك يا غالي. يا غالي انا بستفسر في نقطة مهمة قالها الضيف قبل شوي، انه الشخص يكون عنده مبادرة وإرادة وفكرة، وهذا شيء كويس، لكن نفتقد احنا من يكون عنده الفكرة كيف انا اقدر اعرضها للناس، او الناس اللي قادرة انها تظهر هذه الفكرة بالشكل المطلوب، لكن مع حفظ الحقوق. يعني لا، أنا لما يكون عندي فكرة وقد أرى أنه الآن بحسب نظرة البسيطة في السوق السعودي أو في السوق الإلكتروني السعودي أن هذه موجودة عندي أنا فقط. نعم. لما أبغى أتواصل أنا مع أحد، هنا المشكلة. أنا عانيت منها، أتكلم معك، واجهت بعض اللي يعني خليني أقول لك التحايل. فالفكرة موجودة، ولكن ما يعني ما زلت أني أنا أحاول أحتفظ فيها إلى أن أجد الشخص، الجهة، الشركة أو المؤسسة اللي راح تساعدني في تطبيق الفكرة مع حفظ الحقوق. فهذه من ضمن الإشكاليات اللي فعلا قد يكون الناس ما تعرف توصفها، عشان تقول لك والله أنا أبغى أبدأ بس ماني بعارف كيف. وممكن أعرف كيف يسوي التطبيق، لكن يعني مو بتكنيكلي أتكلم، عارف الفكرة جنرال سبيكينج، وعارف تفاصيلها وفكرتها كاملة، لكن أنا كيف أقدر أعرضها للناس اللي هم قادرين يترجمونها تقنيا ولكن مع حفظ الحقوق. فما أدري. نعم. هذه النقطة. لو يعني أنت عندك مشكلة أن لو عندي أنا فكرة. نعم. أبغى شركة أضمن أنها يعني تعطيني حقوقي منها. الله ينور عليك. راح نوجه هذا السؤال للمهندس اللي معنا بإذن الله تعالى. طيب، شاكر لك يا غالي. شكرا لك. الشكر لك ويعطيك العافية. قبل شوي هو يقول الضيف اللي معك، هو ما كان ضيف، كان أحد المستمعين. ودائما احنا في شريك النجاح نقول أن المستمع هو فعلا جزء من نجاح البرنامج، ودائما ما نوجه دعوة لأي شخص مختص في موضوعنا أنه يتكلم تجربة، يتكلم عن تجربته، سواء كان هو مختص أو سواء صاحب تجربة أنه جرب يسوي له أو يفتح له مشروع إلكتروني، توه متخرج من الجامعة أو متخصص في هذا التخصص، تخصص الآي تي والإلكترونيات. انتظاركم يا شركاء النجاح على 0112684488. عندنا سؤالين راح نوجهها إن شاء الله لضيفنا، ونبغى كثير من التجارب والأسئلة اللي ممكن أنها تفيد وتستفيد. سؤالي، إيش اللي يمنعك أنك تفكر وتبدأ بمشروعك الإلكتروني؟ زي ما ذكر أحد المستمعين اليوم، أغنى أغنياء العالم بدوا في تطبيقات ساهمت أنه اليوم يملكون ثروة كبيرة من المال،
وحتى يعني ما نتكلم على مستوى العالم، نتكلم حتى عن داخل المملكة العربية السعودية، كثير من الشباب قدروا انهم ينجحون في هذه المجالات، مجال التجارة الإلكترونية او المشاريع الإلكترونية، قدروا انهم يجنون ثروات كبيرة. رح نطلع فاصل وبعدها إن شاء الله مكملين مشوار شريك النجاح مع ضيفنا مهندس ومختص في التقنية خالد أبو إبراهيم، اللي رح نناقش معاه الموضوع بشكل مفصل، كيف نبدأ في مشروعنا الإلكتروني. نسمع الفنان عايض وجديدة والله ما يرمش. يا هلا ومرحبا من جديد، نرحب فيكم مستمعين ام بي سي اف ام شريك النجاح. نتكلم اليوم عن مشروعك الالكتروني، كيف تبدا فيه، كيف ممكن انك تنجح من خلاله. راح نتمنى ان نكون شركاء نجاح معكم في هذا المشروع، لكن عشان نكون شركاء نجاح نحتاج الى شريك نجاح مختص في التقنيه يفيدنا اكثر ونستفيد منه. نرحب في المهندس خالد ابو ابراهيم المتخصص في التقنيه. مهندس خالد ارحب فيك. حياك الله أستاذ محمد، وأرحب بمستمعي FM وبالخصوص برنامج شركاء النجاح. يعطيك العافية. الله يعني. في البداية بشكل عام راح نتكلم، كيف تشوف إقبال الشباب والشابات على المشاريع الإلكترونية في وقتنا الحالي؟ والله الإقبال كبير جدا، يعني شوف كان الإقبال، إحنا لو جينا بتتكلم مثلا في 2018 كان إقبال كبير جدا من الشباب من الشابات، بس كان الإقبال باندفاع بدون دراسة جدوى، بدون خطة مرسومة للعمل أو شيء. في البعض كان جاهز عارف إيش يعني مشروع إلكتروني وما بعد المشروع الإلكتروني، يعني في بعض الشباب الطموح أفكار كانت جبارة جدا، أفكار كانت منفردة، بس كان في بعض النقص والرتوش عليها، ممكن نتحاورها بإذن الله في لقاءنا هذا إن شاء الله. طيب خل أسألك الحين السؤال اللي أهم يمكن كل من يسمعنا، أنا كشاب كيف أبدأ مشروع إلكتروني؟ البدايات. شوف هي الفكرة قبل كل شيء. طبعا الفكرة قبل التنفيذ ما تسوى أي شيء. طبعا في المواقع العالمية، في بعض المواقع العالمية اللي تستقبل أفكار، إيش مكان حجم الفكرة ما تتجاوز $25 فقط، بس الفكرة هذه لو اتطبقت ونجحت ممكن تسوى $25 مليون. نعم. في حالة تنفيذ صار عندي أنا الفكرة بحد ذاتها، يعني أنا كشركة مثلا مطورة أو مبرمجة، في جوني عدة أشخاص يبغى يعمل أو أنه يبغى يقابلني شخصيا أو شيء، إيش عندك؟ يقول لي أبغى أبيع لك أفكار، بس مو بالأسلوب هذا، ما في بيع أفكار، لازم أنت طالما أنت مقتنع بالفكرة تأخذها تدرسها تعرف جميع جوانبها تدي آلية وخطة لتنفيذها. طيب بعد الفكرة، بعد تنفيذ المشروع، إحنا الآن المشروع أو التطبيق اللي بنقول عليه هذا مو هو مشروعنا، هذه أداة للمشروع. الآن أنت تقدر مثلا تفتح تجارة بدون مكتب، بدون إنترنت، بدون هذه كلها متطلبات عشان تنجح في مشروعك. التطبيق أو المشروع الإلكتروني أحد هذه الالتزامات. صار هي يعني هو مرحلة من المراحل، بس ما هو هو المشروع كامل. لا، ما هو هو مرحلة من المراحل. الأداء. اللي نعم بالضبط اللي فأبدأ فيها مشروعي، بس يحتاج لك أنت دراسة في الموضوع، يحتاج لك موظفين، لازم تدرس السوق. يعني إحنا لأن نجي أوقات اسم أو كلمة دراسة جدوى أنا أشوفها إنها البعض يشوفها شيء كبير جدا، وهذا الشيء المفروض يصير في شركات عالمية ويصير في لا، دراسة الجدوى هي دراسة يقوم فيها صاحب الفكرة للمشروع، يعني تمكنه من تطبيق المشروع والعمل عليه، يعرف النواحي
قوانين الدولة، الشركات المنافسة، مين المستهدف اللي يبغى يوصل له، هذه كلها تعتبر أو تندرج تحت دراسة الجدوى. طيب أنا لين أسويها بنفسي هذه دراسة الجدوى ولا لازم تكون عند مختصين؟ شوف أنت في أي لكل تخصص أو لكل يعني دراسة الجدوى هذه في ناس بتدرسها دراسات عليا عشان بس إنه يعمل لك دراسة ناجحة، وفي شركات كثير للدراسات، بس إحنا نتكلم الآن عن شاب وضعه المادي ما يسمح لنا يروح لهذه الشركات الكبيرة. نعم، صار أنا ليه أنت شاب وانت متفرغ تماما، ليش الشركات بتحتاج شريك؟ لانها مو متفرغه، ما عندها المختص، بتتعامل بمشاريع كبيره جدا بمبالغ عاليه. اما انت كشاب وعندك مشروع، الان خلينا نضرب مثال على تطبيق اوبر. تطبيق اوبر ايش كان؟ كان فكره معاناه عده اشخاص. كان عندهم مؤتمر في لندن، حضر المؤتمر وكان الجو ممطر، ويعني كان الجو ما هو يعني ايش بقول، ما بيخرج وما بيحصل المواصلات اللي بتردهم على الفندق. نعم. وبعد ما انتهى المؤتمر يمكن انتظروا حدود 8 ساعات الى ان صار خف المطر وهد الجو. افتكروا قالوا ليه احنا ما نتعامل مع الابليكيشن، مع الانترنت، خلاص احنا بلاش اننا احنا ما نبغى نجيب سيارات ولا نبغى اصحاب التكاسي هذول يسجلوا عندنا، يصير اي احد يحتاج تاكسي نجيبه ونحدد له اللوكيشن ويجي ياخذ المشوار. كان الكلام هذا في 2009 بدأوا تجربتهم. اليوم اوبر شوف ايش وضعها. طبعا احنا دائما بنقول يا إما إننا نوجد فكرة يحتاجها المجتمع أو أبدأ من حيث انتهى الآخرون. نعم نعم، لأنه إحنا مين اللي أخذ نفس الفكرة؟ كريم بأيدي عربية، اللي دخل عندنا أوبر على السعودية السنة الأولى كان خسران 100%، رغم إنه كريم في السنة الأولى اللي دخل فيها أوبر هو أنشئ تطبيق كريم، وكان نسبة الأرباح في كريم غير متوقعة من أصحاب المشروع. ليش؟ أخذ الأشياء الناقصة أو اللي ما توافق معها المجتمع، لأنه أول ما جانا أوبر قال لك إذا ما عندك فيزا أو ماستر كارد أو بطاقة ائتمانية لا تطلع سيارتي. إحنا ناس ما نتعامل لسه كان الوضع ما عندنا الثقافة في التعامل بالبطايق الائتمانية، إحنا نروح المشوار نسمع كاش. نعم. هذا الموضوع ما كان عند أوبر، خسر في السنة الأولى. مين اللي حل الموضوع هذا؟ كريم، قال لك لا يا أخي مالك ومال أوبر، تعال أطلع معايا وأنا أوصلك المشوار وأدفع كاش. نجح وبدأ اليوم، وإحنا عارفين الصفقة الكبيرة اللي اشترت أوبر فيها كريم، نافسوا يعني بشكل كبير جدا على مستوى الشرق الأوسط. هذه الشركات الكبيرة يوم تشوف، احنا قاعدين نشوف تجارب كثير، أمازون اشترت سوق، أوبر اشترى كريم، شايف كيف هنا صار النجاح. نعم. أما الفكرة بحد ذاتها احنا ما نبغى نسوي لهم إعلانات، لكن هم يعني اليوم موضوعنا يتحتم أن أنت تعطي مثال حي، أمثلة حية. نعم صحيح. جميل. طب خليني أسألك، تكلمنا عن الفكرة وعمل دراسة الجدوى، الأهم وذكر أحد المستمعين في بداية الحلقة أنه قال أهم شيء لمشروعك البساطة في استخدام التطبيق، أنه نعم. ما يكون صعب وأنه ما يكون يعني معقد، خلينا نقولها بالعامية. بالضبط، يعني هذه الأهمية. المصمم تفضل. بالضبط، الآن عندنا علم ظهر جديد اسمه تجربة المستخدم. الآن في أشخاص بتدرس هذا التخصص دراسة دقيقة، كيف بتتعامل مع أبسط مستخدم للإنترنت، في يوم يدخل التطبيق ما يتعقد، يوصل لهدفه اللي يبغاه بشكل مباشر، لا تعطيه عدة مراحل. الألوان لازم تكون مريحة للعين، الخط، الفونت، حجم الخط، ألوانه، كل الأمور هذه
الآن في أشخاص مختصين بيدرسوا يعني الموضوع هذا بدراسة عميقة جدا، وهنا صار لابد إننا نتعامل مع التقنيات يعني لازم إننا عشان أنجح وعشان مشروعي ياخذ صدى لازم أتعامل بكل شيء مع مختص وأتعامل فيه. وأنا أشوف يعني الشركات الآن موجودين عندهم جميع الأشخاص هذول، وبيريح شخص بيريح نفس الشخص ما بيروح لعدة جهات، تقدر يتعامل مع جهة واحدة. أغلب اللي كانوا يجوني بيجي يقول لي أنا أبغاك تعمل لي تطبيق، طيب يا ابن الحلال إيش تفاصيل التطبيق؟ يقول لي لا كم قيمته أول شيء وما أقدر أفصح لك بالفكرة، لا تروحوا تسووها. طيب هذا أحد المستمعين قال أنا عندي فكرة بس خايف من الشركات، ياريت تعطينا الحل. الشركات الآن جميع شركات التقنية وجميع شركات البرمجيات عندها نموذج اسمه الـ NDA اللي هي حفظ الحقوق. نعم. هذا بتروح للشركة قبل ما تفصح عن الفكرة وقبل ما تتكلم عنها، إذا كانت فكرة فريدة بتروح للشركة تقول له لو سمحت تديني نموذج عدم الإفصاح. ما عندها الشركة وقف تعامل معها، صار أنت لابد أنك تروح لشركة عندها التزام. وثانيا الشركات ما هي متفرغة لإدارة تطبيق، التطبيق مو مجرد أنا أعمله وأرفعه على الستور بيشتغل، لا يحتاج له إدارة، يحتاج له تشغيل، يحتاج له تسويق، يحتاج له عمل صح. مستمر تماما. الشركات ما هي متفرغة لهذه العمليات ولهذا الأوبريشن، هي بتعمل المشروع للشخص ما يهمها نجاح وفشل أو شيء، يهمها في النهاية قيمة المشروع، إنها تعمل المشروع حسب متطلبات الشخص وتأخذ مقابل عملها. هذا نعم. بشكل عام مع الشركات. طيب خليني أسألك عن كم التكلفة التقريبية للتصميم وبرمجة التطبيق والمدة اللي ممكن يتنفذ فيها المشروع؟ شوف هي ما بتجي مثلا بالأسلوب هذا أو ما حتقدر يحدد بالطريقة دي أولا. نعم. التطبيقات زيها زي أي شيء في الحياة، في غش، في أنواع، في طرق كثير. يعني احنا لما نجي نتكلم عن نوعين من التطبيقات، الهايبرد او النيتف. انت لما تجي تتكلم عن الهايبرد انت بتتعامل مع التطبيق بلغة برمجة واحدة، يعني اللي بيشتغل التطبيق شخص واحد على بلاتفورم واحدة، وبعد كده بيصدر كل تطبيق على منصته، الاندرويد على الاندرويد والاي او اس على الاي او اس، ولوحة التحكم يرفعها على الويب بنفس لغة البرمجة. هذه بتكون ارخص عن اللي بيتعامل نيتف. النيتف ايش يعني؟ احنا بنقول اللغة الام، اللغة الطبيعية للابليكيشن. الان لين اجي بتعامل نيتف يعني لازم يكون عندي مبرمج اي او اس مختلف. نعم. وعندي مبرمج اندرويد شخص، مستحيل تحصله يشتغل اندرويد ويشتغل اي او اس ابدا. ليه؟ لانه الشغل على الاي او اس بتشتغل على جهاز ابل، على بيئه عمل اكس كود خاصه في ابل. الاندرويد بتشتغل على الجافا وعلى الكوتلين، يعني عشان انت تتعامل مع التطبيق. صار هنا عند النيتف ممكن قيمه التطبيق يكون 3 أضعاف الهايبر. وثانيا كل تطبيق له سعره الخاص حسب الإمكانيات. يعني الآن أنا ممكن كمثال أعمل متجر إلكتروني ببيع منتجات أو شغلات بحدود مثلا 20,000، وبنفس الخصائص باختلاف لغة البرمجة بالتعامل مع أمور تانية. لأنه إحنا لما نجي نتكلم عن إيش الفرق فيها، بتفرق في الخدمات، يعني زي الجي بي إس، رسائل الاس ام اس، تحديد المواقع، الشغلات هذه ما تتوافق الا مع النيتف. الهايبرد ما يجيبها بشكل دقيق، صار انا لابد اني اخذ، انا لازم يكون عندي ثقافه كيف اعرف انا لين اجي لشركه التقنيه اكون قارئ عن موضوع التطبيقات، اكون عارف انا ايش ابغى. وهذه شغلات بسيطه وموجوده على الانترنت، يعني معليش انت صاحب مشروع إذا ما عندك خلفية كاملة عن المشروع
حاول انك قبل ما تخطو خطوة تبدأ في المشروع عشان تتفادى الخسارة. لابد انك تقرأ عن انت الان تبغى مشروع تقني صحيح. وفيها برمجة، لابد تعرف ايش لغات البرمجة، ايش انواعها، ايش التطبيقات. اما تيجي تبغى تحدد السعر مباشرة صعب، ليه؟ كل تطبيق يختلف على الثاني. احنا بنقول نقدر نعمل متجر ب20,000 ونقدر نعمل نفس المتجر ب100,000 بس بمميزات مختلفة، بتأثيرات مختلفة، بشغلات تانية. يعني انت ممكن تربط بالشحن، تتعامل مع شركات الشحن وتاخذ الاي بي اي حقهم. الاي بي اي هذا يعني احنا بنقول عليه عملية ربط مثلا بيني وبين شركة نقل ايا كان اسمها. خلاص مجرد يشتري مني السلعة انا احوله دايركت على شركة النقل وانا ارفع يدي عن المسؤولية. هذه نعم. تتم كلها من خلال الابليكيشن والتطبيقات. صار هنا انا عندي الشخص نفسه صاحب المشروع لابد انه يكون عنده ثقافة عن صحيح. المشروع اللي يبغى يتعامل معه صحيح. عشان لا يخسر. طيب جميل، احنا راح نطلع فاصل اعلاني وبعدها راح نكمل معك ان شاء الله مهندس خالد ابو ابراهيم المتخصص في التقنية. راح نتكلم عن جانب جدا مهم بعد ما خلصت انا مشروعي وسويت له دراسة وحطيت الفكرة، اللي هو كيف اسوق لمشروعي الالكتروني. بعد الفاصل. شريك النجاح، شريك النجاح مع محمد الابراهيم. شريك النجاح من الثانية وحتى الثالثة برعاية كودو لافينو رابس من كودو. كودو طعم الذوق بعينك. شريك النجاح، شريك النجاح مع محمد الإبراهيم. حياكم الله من جديد. نتكلم اليوم في شريك النجاح عن مشروعك الإلكتروني، كيف تبدأ فيه، وتكلم معنا المهندس خالد إبراهيم متخصص في التقنية عن كيف تبدأ مشروعك. لازم تكون عندك معلومات وثقافة حول هذه اللغات البرمجة، عن أساليب البرمجة قبل ما أنت تدخل في هذا المشروع أو قبل ما تتوجه للشركات. لكن الأهم والأهم التسويق، ورح نتكلم فيه أكثر وأكثر. من جديد أرحب فيك مهندس خالد. حياك الله أستاذ محمد. التسويق أكيد إن جزء مرة مهم للمشروع الإلكتروني ولأي مشروع في العالم سواء إلكتروني أو غير إلكتروني. نعم. نتكلم عن أهميته ونتكلم عن النسبة المالية اللي ممكن أني أخصصها للتسويق. البعض يقول ممكن أخلي الثلث أو نص رأس المال للتسويق. شوف، التسويق هذه منظومة أو دورة ما مستحيل إنها توقف أبداً لاستمرارك لنجاح. يعني عندنا مثال الشركات الكبيرة، الأسماء المعروفة اللي احنا بنشوفها العالمية، بيبسي وكوكاكولا، يعني بدون إعلان لهم طبعا. هذولا ليش إلى اليوم قاعدين بيعلنوا؟ ليه إلى اليوم مستمرين في الإعلان؟ مشكلتنا في التسويق عادة، ولاحظتها برضو من بعض الشباب، يكون هو ضليع أو مهتم في الانستجرام، بيركز على منصة الانستغرام. نعم. بيستثني فيسبوك، بيستثني تويتر، بيستثني اليوتيوب. لا، انت لين تيجي تسوق او تبغى يعني تعمل انتشار لتطبيقك لابد انك تراعي جميع الفئات. في ناس ما تتعامل مع انستغرام، تتعامل مع تويتر. في ناس ما تتعامل مع تويتر، ما عندهم الا حساب فيسبوك. وفي ناس ما تحب يعني انها تقرا، تبغى تشوف شيء مرئي. صار انا عندي التسويق نفسه يحتاج له ماتيريال، يحتاج له ادوات. يعني الان انا لين اجي بسوق كيف اظهر فكرتي؟ الان انا عملت برنامج او تطبيق كاكسل فكره مثلا. لابد اني اعمل موشن جرافيك او فيديو. احنا عارفين الموشن جرافيك، الرسومات الجديده هذه اللي صارت يعني منتشر، حتى الوزارات الآن بتتعامل معاها. صحيح. مونتاج مريح يناسب جميع الفئات، الكبير والصغير، واضح. هنا صار لابد إن يكون عندي أدوات للتسويق، لابد إن يكون عندي إنفوغرافيك، بروشور، طريقة عمل التطبيق، فائدة التطبيق أو فكرة عن التطبيق.
هذه كلها لابد أني أنا بعد ما أعمل التطبيق أروح لمصمم أختصر له الفكرة، أقول له تختصر إياها في إنفوغرافيك واحد، أبغاك تختصر الفكرة في فيديو ما يزيد عن 40 إلى 30 ثانية، يعني من 30 إلى 40 ثانية. ليه؟ لأنه في دراسة بتقول بعد ال 30 ثانية نسبة عدد الأشخاص اللي يغلق الفيديو ما يتجاوز 15%. صار أنا الفكرة كامل لابد إني أعملها أختصرها في 30 ثانية، وأغلب الأشخاص بنسبة 85% ما يشوف إلا العشرة ثواني الأولى فقط. صار لابد إني أنا أحط المفيد في العشرة ثواني الأولى، صار بعد في العشرين ثانية المتبقية بأتكلم فيها عن أشياء أو تفاصيل بتهم المستخدم. صار أنا عندي لازم أدوات التسويق، ما في توقف أبدا، لازم أدرس حالة السوق، أشوف المنافس، أدرس كيف هو بيتعامل، هذه كلها لازم. والتسويق احنا بنعرف انه تخصص ناس بتدرسوا جدا جدا، عشان كده صار ما نحدد منصة معينة، لابد اننا نكون منتشرين في جميع المنصات. صحيح، ايوه، على مستوى السوشيال ميديا لازم يكون عندنا ادوات للتسويق، ما نوقف تسويق، نقلل في الميزانية، نرفع فيها حسب المواسم، اما توقف تماما عن التسويق ما في انتشار. طيب آخر سؤال معنا اليوم مهندس خالد إبراهيم، البعض من الشباب يتردد في دخول المجال، يخاف إنه يخسر، كيف ممكن يبدأ الشاب في مشروع يتفادى هالشيء الخسارة؟ هو أي شيء ما هو مدروس، ما له خطة عمل، نسبة نجاحه ضعيفة جدا. نعم، إلا يجي توفيق من الله. لابد أنت شاب عندك فكرة، عندك يعني مشروع شايف انه رائد وممكن باذن الله تعالى ينجح، لازم تجي وتشاور، تروح للمختصين. الان جوجل ما ساب شيء، كل شيء نبغاه بنلقاه في جوجل. اي نعم هناك اراء كثير وشغلات، بس احاول اني اوصل لشخص مختص اساله اتعامل معه. احنا في تويتر موجودين وجميع المختصين، ولجميع الأسئلة بفضل الله بيجاوبوا المختصين، وأي سؤال بيجي لأحد المختصين سواء على الخاص أو عن طريق المنشن في تويتر بنجاوب بالشيء اللي بنعرفه أو بنحوله للشخص المختص. صار أنا عشان أنا بس أنجح لازم أكون عارف إيش فكرتي، كيف أبغى نفذها، مين الجهة اللي بتنفذ لي المشروع، وعندي دراسة لما بعد انتهاء المشروع. صار انا كده احتويت الموضوع، يصير ننتظر التوفيق من الله في نجاح الفكره. ونعم بالله. كل الشكر لك مهندس خالد ابو ابراهيم المتخصص في التقنيه، واحنا ان شاء الله راح ننشر هذه الحلقه اللي تعم الفائده للجميع، وراح نحط حسابك للي حاب انه يسالك او يستفسر منك من المستمعين. الله يحييهم كلهم ان شاء الله تحت امرهم جميعا. فوق الامر، شكرا لك مهندس خالد. الله يعطيك العافيه. يعطيكم العافية أنتم مستمعينا على استماعكم لحلقة اليوم من شريك النجاح، ومساهمتكم من خلال المداخلات بالأسئلة وبالخبرات اللي مريتوا فيها من تجربتكم في المشروع الإلكتروني. اليوم هو خلنا نقول مشروع العصر، العالم يتكلم إلكتروني من خلال الشركات ومن خلال المنتجات والتطبيقات اللي نشوفها منتشرة بشكل كبير واللي تحقق النجاح الكبير. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق يا رب. وصلنا معكم لختام حلقة شريك النجاح، هذه أجمل تحية مني محمد الإبراهيم ومن شريك نجاحي في البرنامج أحمد الشهري.